بده شيء يقول برمضان مثلا السوريين لكذا سان سولي سلام مثلا عرب سوري نستان سان سولي عربلار çok iyi yani burada Araplar bütün burada dükkan açtılar hepsi çok iyi çalışıyorlar süper ya ben Arapları هون الدك اكيد كلهم هون عرب ممنون منه هو شوك ممنون يعني جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم أبو النور مختار يعني هون غير شكل والله الله يخليك يعني اي حدا بده سؤال بيجي لعندك نحن بخدمه الناس الطيبه والله بدك تلحق انت المحل والاسئله والاجوبه وهذا من هون وبيدلك وهذا بده ما بعرف ايش وهذا بده نحن هاي الشغله بتكون ربنا سخرنا لهالشيء هذا يعني سبحانه وتعالى وبحب اني اعمل خير لكل الناس وبنطر واحد يسالني سؤال لدله عليه حلو يعني تحس فيها متعه اكيد هي متعه وقضاء حاجه وربك بيسر الامر كله اي والله اي طبعا هلا هن كل الناس بكون جاي يعني بحب الفاتح بينزل على الفاتح وبنتقد الفاتح كثير يعني حلوه والناس كلها بتقصدها لهم جو رمضاني يعني جو رمضاني موجود فيها تماما يعني بيسالوا عن مناطق ممكن يكون المحل قريب عليه وهو عم يدور عليه ايوه اي ما انت عندك غير السوري جزائري مغربي عراقي نحن بهذا السوق عندنا بدك تقول من جميع اقطاب العالم بيجينا ايوه بالضبط اي نعم هلا هون تعاون تركي سوري ما هذا المحل هون اساس تركي من فتره طويله يعني انت كان عندك محل غير هذا المحل جيت لهون تمام. يعني عم يحاول واحد يعني يلاقي شيء يرتاح فيه اساسا انا كنت عنده هون يعني اي بعدين اخذت مع عند فوق بمحل اخر ورجعنا هو يعني حب اني ارجع لعنده مرتاح لي يعني بهالموضوع والعمل هذا وانا مرتاح له تماما يعني بيحاول انه خالط السوري مع التركي هو يعني عنده هي الروح الروح الحلوه ايه تماما مريحك ومريحوني قالوا عليك والله الله يخلي لك بدك تتعلم التركي هو يتعلم العربي طبعا لا هو بهالحاله هي هو تعلم العربي مني ايوه وانا تعلمت منه التركي بدون ما نقعد بكورسات ندفع مصاري عليه هذا الشيء اللي هن بيساووه يعني مثل عنا بنفس الطريقة نفس النوع ونفس القديمة جدا البامية البتنجان المجفف الفليفلة المجففة للحشي هذا كله أيوة. كلها هي يعني زي ما بيقولوا قروية أورغانيك يعني أه. هو أساسه اسطنبول ولا من أنطاليا من أنطاليا, أنطاليا. بس بتسوق كتير من يعني بس بضاعته ما شاء الله كلها منيحة كل المواد اللي عنده عسل بهارات تركية ممتازة يعني. أكثر شيء خبرتك وين أبو النور؟ خبرتي بالعطارة العطارة بشكل عام كملنا مع بعض بهالموضوع هذا هلا في شيء مثلا صارت بضاعة سورية جواته ولا هو بس يجيب تركي؟ لا في شيء هلا العسل اللي عنده هون كله تركي ولكن دخلنا البهارات السورية السورية يعني. معه مشان طبعا كتبنا حتى معه بالعربي نحن اذا لاحظت هالشيء أيوة. هذا مشان يجذب الزباين عرب واغلب زبايننا عرب اي عرب اكثر شيء انا بشوفه بلاحظ كل ما بمرق انه فايتين جزائريين مغاربه يعني حتى الاتراك هلا اجت زبونه تركيه اشترت من عندي قالت لي كانه هو طلع من الدكان انت موجود لا والله انا هون مأمن هو يعني امام بالله يعني الحمد لله رب العالمين يعني هذا كله الحمد لله ماشي وهو امامي الله مأمن شوف ما بيقعد زياده بالمحل هو بيطلع الحمد لله الامور بخير ان شاء الله الشباب عندك شو كمان في حدا هون وعم يشتغلوا وعم لا ما في غير انا وهو بالمحل بيجي احيانا معه ابنه بيساعده بالمدرسه هو طبعا بيجي بعد الدوام وانا وهو بال يعني اولادك بالعيله انه قاعدين عم يشتغلوا كمان اولادي الحمد لله كلهم يلي زوجناهم الحمد لله واللي زوجت خلصت الحمد لله جد قد ايه مواليدك ابنه 68 والله مبكر منيح كسبانه تمام كسبانه اي والله زاد بمعين اي والله من الحمد سوريا لله. من دمشق من وين من دمشق نحن من ريف دمشق من دمشق اي نعم واجينا لهون من قبل 10 سنوات تقريبا يعني حضرتك اول شيء بدء المقابله قلت مختار انا ما بعد حالي مختار انا خادم الناس الطيبه يعني مش كلمة مختار هيك يا عم نقولها عم نقولها هي بس يعني المنطقه هي كلها بنعرفها والله في كثير اسئله المختار ما بيعرفها
انت نحن مجاوب عنه اكثر. يعطيك العافيه. الله يعافيك قلبك. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. ونيالك ونيالك والله يعينك على العجقه. خلينا اياك. بالعكس حلوه العجقه هاي. بننظم احيانا مع المرور، بننظم مع الامور، كل هذا هي بركه. الناس بتقول لك عم بهرب من العجقه. العجقه حلوه هون. كثير حلوه. اسمع يعني. بتذكر يعني كلمه تنقال يعني بالشام، يعني كنا نترددها كثير. الناس ما كثير تركز عليها، بتقولها هيك لغط عادي، انه الله يأمننا بأوطاننا. هالجملة شايف قديش قديش له مفعول. نقول الله يأمن هالبلد سبحانه وتعالى. خلي العجقة، هاي العجقة حلوة والبركة هي حلوة، وهي البلد هم كثير ناس هون يعني. مزبوط. ايه الله يأمننا بأوطاننا، وهلا وطن هلا نحن الله سبحانه وتعالى يحميه. قال لي يا ريت تكون انت موجود وقت اللي بيساوي اللقاء، اللي استنى بجوز شوي بيجي هلا ما بيطول. فكنا ماشيين نحن شندي بي افندي بوردا قال دي سن بوردا يوك بند سولي بوردا كان صاحبي شوك ستيرون بوردا يعني شيء بو مقابله يعني اما سن شمدي ما شاء الله شمدي همان حاضر. ما حنسألك عن ابو النور. ايه ان شاء الله رمضان كنك الحمد لله يكون كريم السنه ان شاء الله. رمضان نصل بو سنه ايه ان شاء الله. ما شاء الله يجزاك. مكان زمان هذا قديم المحل؟ دكان نزمة بردا 25 سنة 25 سنة 25 سنة, سنة. طبعا هن في عندهم عادة إذا كان الدكان قديم له زباينه القديمة. أيوة. ما بيروح على الدكان آخر لا عنده بيجو خلاص. أيوة. طبعا هو مشهور بالعطارة وبيع العسل هون كله كامل. شو بيتابع؟ قلت لي بيتابع أنه المشاهير أو طبعا هو عنده رسم ناردي وأشك تعمل. هو دائما بيصور مع المشاهير. هذا مقيم اسماعيل تمر. اسماعيل تمر. اسماعيل تمر. ايوه بتاع المونولوج وال هذا هو. اي نعم. ايه حلو حلو. هون اجانب. هذا هون اجانب. ايه في فلسطين مشتري من فلسطين. طبعا هون كونه استاذ معين نحن قاعدين بالسوق قلت لك انه كثير عندنا زباين عرب هو بيحبهم كتير يعني بيحب التعامل مع العرب ومع زمايل العرب. بده شيء يقول برمضان مثلا السوريين لكذا سان سولي سلام مثلا عرب لار سوري لار نستان سان سولي عربلار çok iyi. Yani burada Araplar bütün burada dükkan açtılar. Hepsi çok iyi çalışıyorlar. Süper ya ben Arapları yani هون الدك اكيد كلهم هون عرب ممنون منه هو شوك ممنون يعني ممنون والله سخط يعني ما في شيء. Çok da güzel insanlar buradakiler. كل الناس اللي موجودين هون كل نظاف ومناح. Ama diğer semtteki de bilmiyorum nasıllar. Buradakiler çok iyi. كل هالشيء على بركة للجميع يعني ان شاء الله تعالى. هو في شوي يعني سلبيات بس تنحمل يعني بروبلم بعضن بروبلم وار ما بوردا جد. بروبلم görmedim. Ben hiç problem görmedim. هون بهالشارع هذا ابدا. التعامل نظافه كذا. ممتاز ممتاز تعامل بين. Genelde burada Şamlılar var. Şamlılarda hiç problem görmedim ama diğer semtte de bilmiyorum. Burası burada problem yok. Yani هون اللي جيران بالمحلات كثير مرتاح معهم وما في اي مشكله معهم كسوريين يعني. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا. رمضان كريم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.